السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كتير بتسأل استخدم الديسكتوب ولا اللابتوب، انا الافضل للشغل. طيب مبدئيا الديسكتوب افضل بكتير من حيث الاداء، يعني لو جبت نفس الجهازين الاثنين اي 7 والاثنين رامات مثلا 16، فالاداء اكبر بكتير في الديسكتوب وارخص، الديسكتوب بيبقى ارخص. اللابتوب ميزته ان انت تحضر اجتماعات، وبالذات مثلا لو انت قاعد في بلد غير بلدك وممكن في اي وقت تسافر بلد تانية، فاللابتوب بيبقى افضل بكتير. تمام، فلو انت عايز حاجة عندك للبيت واستخدام الشخصي وهتعمل مثلا رندر او عندك في الشركة ماشي الديسكتوب، انما اللابتوب دوت لو حاجة غير مستقرة، حاجة سريعة، عايز تسافر، عايز تحضر اجتماعات، فده بيبقى كويس جدا. طيب في حاجات لازم نراعيها اثناء ما احنا بنشتري سواء ديسكتوب او اللابتوب. اللابتوب في ناس كتير بتستسهل انها بتستخدم البادة بتاعة الماوس اللي هي موجودة في الكيبورد، ثانية واحدة اللي هي ديت. تمام، بس هي في الحقيقة مش فعالة، يعني الصح ان انت تجيب ماوس وتشتغل بيه، مش هيكلفك كتير، ممكن مثلا 15 20 جنيه هتلاقي ماوس كويس. الراعي ان انت وانت بتجيب لوحة المفاتيح سواء في الديسكتوب او في اللابتوب ان يكون الزراير بتاعت الارقام على جنب، لان لو هي مش موجودة هتبقى في صعوبة جدا في كتابتها، وممكن تكون انت بتقول لا ده انا ما بستخدمهاش كتير، بس انت هتكتب دايمنشن، هتكتب ارتفاعات، عايز الارقام، فيفضل انها تكون من على جنب، هتبقى اسهل في الشغل بتاعك. حاول تجيب بروسيسور اي 7 اساس ان هو يشتغل معاك كويس. بالنسبة للهاردات، في نوعين من الهاردات، في اتش دي دي ده كويس، بس الافضل اس دي دي، ده بيبقى سريع، فالافضل ان انت بقى بس بيبقى مساحته صغيره. الافضل ان انت تجيب هاردين في قلب الجهاز عندك. اس دي دي ده للويندوز او لنظام التشغيل اللي انت عايزه، بيبقى سريع جدا، اللفه بتاعته بتبقى اسرع. والاتش دي دي ده للمساحه، ان انت تخزن عليه بقى المشاريع بتاعتك والحاجات اللي هي مساحتها كبيره. كارت شاشة، حاول تجيب كارت شاشة قوي بحيث ان هو يأدي شغل معاك. لو انت هتشغل رندر فكبر كارت الشاشة على قد ما تقدر، لو شغل شغل عادي ممكن تجيب كارت شاشة عادي يشتغل معاك بإذن الله. من الحاجات التانية ايه تاني، الشاشة بتاعتك لو انت شغال على الديسك توب هتلاقي معاك شاشة اكبر، هتبقى اسهل معاك في الشغل بتاعك، انما لو انت شغال على شاشة من اللي هي شاشات اللابتوب والحاجات ديت فبتلاقي صغيره جدا، فدي برضو بتفرق كتير قوي من حيث الاختيار، عايز دي ولا دي. ممكن في ناس بتجيب اي شاشه، اي جهاز اللابتوب العادي، وبعد كده بتجيب شاشه كبيره تشتغل عليها، والافضل ان انت تشتغل على شاشتين. يعني لو انت بتشغل بيم فالافضل ان انت تشتغل على شاشتين، بحيث مثلا ده هنا 3D وهنا 2D، بتبقى تقدر تتحكم اكتر في الشغل بتاعك.